ما شاهدناه اليوم من تدشين الجهاز الذاتي لاستقبال التبرعات النقدية سواء عن طريق البطاقة الصراف الآلية وعن طريق النقد، خدمة مميزة تساهم في تنمية موارد الجمعية، تساهم في سهولة مساهمة الداعمين والمانحين للخدمات التي تقدمها هدية الحاج للمستفيدين، كيف لا وهي أولى الجمعيات المتخصصة في خدمة الحاج والمعتمر ومقرها في ساحات بجوار بيت الله الحرام. شكرا لكم، أتمنى لكم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجه الكريم ويبارك في جهودكم.